بسم الله. عندنا هنا نبدأ من بيج 54، هناخد صوت تي اتش ذا تي اتش ذا، اطلع لساني واقول ذس This ذات that ذس this ذات. that اوكي، هنا هقول mother 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 father father father. يلا كمان مرة، this that that mother father mother th that. هنا هقول three 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 teeth 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 think think thing food food bath 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 من أنشط بي كي بنطق ك وكيو يو كوا، يعني هنا هقول duck rocket Rocket. rocket Rocket. queen Queen. quilt Quilt. 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 Yes, duck Duck, duck. rocket. Rocket. بس الار كده، روكيت روكيت Rocket. Rocket. كوين Rocket. Queen. كويلت. Whoa. Whoa. اوكي، نرجع تاني عشان الناس اللي لسه داخلين. بدأنا من اول 54 54، قرينا this that mother father ماذا؟ اكشر صفحتك 54 يا حبيبتي. تي اتش ث، خدنا هنا 3 3 teeth think think Hello, bath Mr. bath duck duck Duck. rocket rocket Rock. queen queen Queen. quilt quilt. Well. بص في الان جي ما بننطقش الجي، يعني ما اقولش كينج، لا هتقول كين كين. لون لون معايا، كين لون، ما بنطقش الجي، بقول ازاي بقى ليان كين كين لون. مون بانك بانك بينك بينك again. ها كين كين لون لون بانك بانك بينك. بينك يلا last time كين كين لون لون بانك بانك بينك. بينك يس، بينك هنا عندي الان دي والان تي، بص بقول ازاي، ويند 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 هاند 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 تنت. تنت هنا ما ينفعش اقول تنت، لاني لو قلت تنت تبقى كده، لكن هنا اسمها تنت تنت. تن paint paint. paint yes wind wind hand hand tent tent paint. paint yes يلا مين انت، حلو قوي. هنا بقى belt Boat. belt Boat. Boat. built. حلو قوي يا زيزو، built Boat. adult Adult. Adult. built Adult. adult.
Adult. Belt. Belt. Adult. Adult. Lamp. Lamp. خلي القلقة البوزة يا سلمى شوية، قولي لام. 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 يس. بص مالك، بص مالك بيقولها ازاي؟ لامب. لام. لام. لامب. لام. كامب. كام. اجين. هنا بيلت. 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 أدلت. ادلت. ادلت. أدا أدا مش أدي أدا دا دا أدا 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 لامب 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 كامب. كامب. ريد يا مالك كده، يلا مالك قول انت يا مالك كده، يلا يا مالك تيرن اون المايكروفون يا لوكا، Yes, Mister. يلا حبيبي. Bolt. بيلت. بيلت. Adult. Lamb. Cam. تاني تاني، واحدة واحدة يا مالك من الأول. Bolt. بيلت مش بيلت، قول بيلت. بيلت. Bolt. Adult. Adult. Lamb. الله. لامب. كامب. كامب. جود جوب، برافو. يلا شباب كلنا بيلت. بيلت. ادلت. ادلت. لامب. لامب. كامب. كامب. اوكي جود جوب. دي هوم ورك. سكونك. اقرا معايا كده سكونك. كونك. ديسك. ديسك. اه هنا ما ينفعش اقول ديسك، لان انا لو قلت ديسك تبقى بالاي، لكن دي اسمها ديسك. 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 سكيل. 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 سكول. سكول. بص انا سامع ناس بيقولوا اسكول، لا اسمع مني كويس يا صديقي، انا ما بقولش اسكانك، بص انا بقول ايه؟ سكانك. سكانك. ديسك. ديسك. سكيل. سكيل. سكول. سكول. لا مش عايز حد يقول ايه سكول دي، احنا اتفقنا نقول سكول. يس. مرة كمان سكانك. سكانك. ديسك. ديسك. سكيل. سكيل. سكول. يس اجين. يلا سكونك. سكونك. ديس. 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 سكيل. سكيل. سكول. سكول. أجاني يا شباب يلا سكونك. سكونك. ديسك. ديس. ديس. سكيل. Kill. Cool. Cool. Spray. Spray. Spring. Spray. Spring. Spring. حلو قوي يا مالك. String. String. Strong. Strong. جميل. Spray. Spray. Spring. Spring. ما تقولش ايه spring يا مالك، قول spring. Spring.
ما تقولش اس، ما تقولش ايه. بص يا مالك قول ايه. سبراي. spray سبرينج. spring string. string wonderful. حلو قوي. strong. strong good job. يلا كلنا اصدقائي. spray. spray قول يا محمد وبطل لعب. spray. spray spring. spring string. string strong. strong yes good job. هنا عندي splash. splash splash. splash splint. splint squid. squid square. square good job. splash. splash splint. splint squid. squid square. square yes اخر مره يلا. splash. splash splint. splint squid. squid قول يا محمد يا هيثم معانا. square. square yes برافو. next قول homework. عندنا احنا عارفين يا شباب letter C بننطقه ك، يعني هنا بنقول car. cat. computer. لكن letter C حرف السي لو جه بعده E أو I أو Y بننطقه السهل زي الاس. يبقى امتى ننطق سي؟ ننطقها سهل مش ك، لو بعدها E أو I أو Y. لو بعدها E أو I أو Y ننطقها السهل. تعال نشوف كده ازاي. يلا هنا بقول ايه؟ رايس. يلا ضم بقك في الار كده قول رايس. ها معايا كده؟ رايس. رايس. اكسلنت. رايس. يلا بينا نقول ايه بقى؟ سيتي. 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 جود جوب. برافو مالك. رايس. Rice city. city excellent. ice cream. ice cream طبعا ما بقولش ice cream، بقول ice cream. ice cream ice cream ice cream cell phone. cell phone cell phone cell phone cell phone cell phone rice. rice city. city ice cream. ice cream cell phone. cell phone هنا بص بقى letter S هننطقه Z في الكلمات اللي جاية دي. rose. rose jeans. jeans cheese. cheese legs. legs يبقى مالك. rose. rose jeans. jeans cheese. cheese legs. legs Good job. هنقف هنا عند page 69. بص انا بدأت من كام عشان تعرف ده اللي هتسجله وتبعته لي. احنا بدأنا من 54. بدأنا من 54. 54.
اهو من الاول هنا this. يلا رجعوا معايا this this that that mother mother father father three three teeth teeth think think bath bath duck duck rocket rocket queen queen quilt quilt king king long long bank bank pink pink wind wind hand hand tent tent paint paint belt belt كمان مرة belt belt adult adult lamb lamb تحفة يا مالك lamb lamb مين بيعرف يعمل ال زي مالك كده قولها لهم مرة كمان يا مالك lamb lamb camp lamb lamb camp cam yes cam skunk skunk desk desk scale scale school school spray spray spring spring string string strong strong splash splash splint splint squid squint square square rice rice city city ice cream ice cream cell phone cell phone rose rose jeans jeans cheese cheese legs legs yes هنقف هنا عند بيج 69 سجلهم وابعتهم للناس اللي ما بيبعتوليش انا زعلان منهم جدا على فكرة لازم تقرا وتبعت لي علشان اشوفك وانت بتقرا كويس اتس اوكي مستني الناس تبعت لي بقى وهم بيقروا الحاجات اللي اخدناها النهارده دي هنروح دلوقتي للجرامر اخر بيج في الهوم ورك كانت كام يا شباب 106 اه Okay. Yes. 107. And told to the mister 107 دي آخر صفحة في الجرامر. Okay. كلنا نجيب 107 هناخد من بعديها بقى. Teacher, which page? دقيقة بالظبط. اعمل كده الأول البيجز بتاعت الهوم ورك كده. في عندك بيج اعمل دي كده هنا باث 3 وصل كل حاجه دي بيج 56 احنا دلوقتي يا شباب هنتكلم عن بريزنت سمبل المضارع البسيط بريزنت سمبل لما بنيجي نستخدم البريزنت سمبل ده بنستخدمه علشان حاجات متعودين نعملها هابتس عادات يعني الزمن ده علشان افهمه كويس بعمل قلب كده زي اللي عملناه اخر مره وبنحط جواه letter S ونقول he she it والمفرد دول بيحبوا الاس he she it والمفرد دول بيحبوا الاس
وعندي خمسة بره القلب مش بيحبوا الاس. اي وي يو ذي والجمع بلورال ناون. اي وي يو ذي والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. اي وي يو ذي والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. يعني لو انا جيت عملت كده اي وي يو ذي بلورال ناون الاسم الجمع، وحطيت هنا هي شي ات سنجلر ناون الاسم المفرد، لو اخذنا فيرب زي ورك يعمل، هتبقى مع اي اسمها ورك، وي ورك، يو ورك، ذي ورك. لكن مع هي شي ات والمفرد هيبقى اسمها وركس، وركس. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى الفيرب بعدهم بنضيف له اس. اوكي طيب تعالى كده نشوف الكلام ده واسال فيه. لو انا قلت يا شباب، لو عملت انا كده اي لايك تشيز، هي وانت فيش، ذي نيد chips، Mona clean her room، Mona and Amira tidy their rooms. يا سلمى، هنا يا سلمى I لايك ولا نغيرها؟ نغيرهاش. يس جود جوب، اي لايك صح زي ما هي. طيب يا محمد هيثم، يس وانت ولا نغير وانت؟ نغير وانت، نخليها ايه؟ هنضيف لها ايه؟ هي شي ات دول بيحبوا ال الاس اس، يبقى هي وانتس، حط لها اس، يبقى هي وانتس فيش. يا أميرة أنيس، مين عند أميرة أنيس؟ أنا يا مستر. What's your name؟ رهف. رهف، اكتبي اسمك يا رهف. they هنغير need ولا نخليها زي ما هي؟ يا رهف. نعم يا مستر. نغير need مع they ولا تستنى زي ما هي؟ لا تسمع زي ما هي عشان اي وي زي الفعل زي ما هو. يا ليان، منى كلين ولا نغير كلين؟ يس منى دي مفرد يعني. يا ليان من غير ما تبص لحد، هي شي ات والمفرد دول بيحبوا ال اس، يبقى اقول منى كلينز، ليان بلايز. يا رفان، منى اند اميره تايدي ولا اغير تايدي؟ لا زي ما هي. يس زي ما هي، لان منى اند اميره جمع، والجمع مع اي وي يو ذي والجمع مش بيحب الاس، بيحب المصدر بس. برافو يا شباب. اوكي طب انا بقى عايز اعرف النفي، ركز معايا كده كويس. أنا عندي مثلا يساعد يعني help أو helps، يعني eat أو eats، يلعب play أو plays. أنا عايز أعمل negative نفي، play دي هيبقى اسمها don't play، طالما هي في الانفينيتيف فورم في المصدر تبقى أحط don't قبلها. لكن لو الفعل اخره اس اعمل نجرب ازاي؟ اقول doesn't واشيل منه الاس بقى، doesn't help. eat هتبقى ايه في النفي؟ don't eat. طب eats هتبقى doesn't
eat play. مين يقول play هتبقى النيجاتيف ايه؟ play. طيب plays doesn't play. ايوه كده برافو اكسلنت. يبقى لما الاقي الفعل في المصدر ام في بدونت تلاقيه اخره اس ام في بدازنت. طيب هو قال لي انت لو عندك الفعل فيه قبله اقفل المايك يا جميل، اقفل المايك يا جميل عشان مبوظ الصوت على زمايلك. لو انا عندي هي شي ات او مفرد الفعل بحط له اس او اي اس او اي اي اس. امتى بقى بحط للفعل اي اس؟ تعال نعمل اللعبه دي مع بعض. دبل اس اس اتش سي اتش او اكس. لو كان الفعل اخره دبل اس او اس اتش او سي اتش او اكس كده بضيف للفعل اي اس مش اس بس. ازاي يعني؟ عندي فعل اسمه كروس يعبر، كروس ذا رود. لو جه قبله هي او شي او ات يبقى انا هحط له كده اي اس تبقى كروسز. يغسل يعني واش. طب لما اضيف لها اضيف لها اي اس تبقى واش. طيب واتش يشاهد. واتشز يبقى هضيف لها اي اس. جو يذهب. جوز جوز اي اس. فيكس يعني يصلح. هنحط لها اي اس. يبقى عرفنا امتى بحط اي اس للفعل. لو كان اخره دبل اس اس اتش سي اتش او اكس. طيب بيقول لي كمان ممكن تضيف للفعل اي اي اس. عايز اعرف مين اللي فتح المايك وما بيقفلوش. مالك اي اي اس ما تفتحش المايك يا مالك. اي اي اس لو كان الفيرب بتاعي اخره واي بس بشرط اللي قبل الواي يكون كونسوننت. زي ايه؟ يحمل يعني كاري، يبكي كراي، يذاكر او يدرس ستادي. طب هنا نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي اس. كاريز واي ايه اعمل فيها ايه؟ اعمل ايه؟ اشيل الواي. في حد مهما قلت له ما بيقفلش يا مالك يا حبيب قلبي. ما تفتحش المايك عشان زمايلك يسمعوا. تراي اعمل فيها ايه؟ اشيل الواي وابدلها بحرف الاي واحط اي اس. كرايز. ستادي اعمل ايه؟ اشيل الواي وابدلها بحرف الاي واحط اي اس تبقى ستاديز. يبقى كده عرفت امتى بضيف للفعل اي اس وامتى بضيف له اي اي اس. خلي بالك بقى لو الفعل زي بلاي او باي او ستاي اخره واي اشيل الواي؟ لا هنا قبلها فاول متحرك ما ينفعش اشيلها احط اس على طول. بلايز بايز ستايز. يبقى انا بشيل الواي وابدلها باي اي اس لما يكون اللي قبل الواي ساكن، لكن لو قبلها متحرك ما بشيلش الواي. عايز اعمل جمل وانفك الجمل دي. لو انا قلت وي ايت بريكفاست ان ذا مورنينج he eats breakfast in the morning.
عايز اعمل نجرب للجملتين دول، مين يقول؟ هقول ليه؟ حد ما جاوبش، قول يا محمد هيثم كده. We eat breakfast. عايز اعمل نجرب يا محمد، eat دي ام فيها ازاي؟ بدونت ولا doesn't؟ محمد هيثم قال لي اول واحده We don't eat breakfast in the morning. طيب he eats، هقولها ازاي يا مالك؟ he eats النفي بتاعها ايه؟ don't ولا doesn't؟ امسك هشغله لك واجيبه لك دلوقتي. قول يا مالك، انت جاي دلوقتي تقفل يا مالك لما اقول لك جاوب؟ انا ما فلتوش يا مستر. يلا صديقي، he eats don't ولا doesn't؟ don't. انا قال الفعل اللي فيه اس يا مالك، نقول doesn't يا لوكا. he doesn't eat، doesn't eat، اشيل منه الاس بقى. he doesn't eat breakfast in the morning. من اللي عندي في الكتاب هنروح لبيج 109 وهنمشي بالدور من اول ليان. يلا يا ليان. اي الفعل درايف هيفضل زي ما هو ولا هيتغير مع اي؟ يفضل زي ما هو. ممتازة يا لولي، برافو. يبقى I drive زي ما هي. My parents، بابايا ومامتي يا رهف. جمع، يبقى come هتفضل زي ما هي ولا تتغير؟ مش لازم تدوس كده. اقفل المايك حبيبي، حبيبي اقفل المايك يا قلبي. هتفضل زي ما هي. برافو عليكي، هتفضل come زي ما هي علشان الجمع ما بيغيرش الاس. يا سلمى، they يا سلمى learn ولا learns؟ learn. learn زي ما هي، برو. يا رفان، the village shop مفرد، يبقى open ولا opens؟ open. برافو، opens عشان المفرد عايز s. محمد عمرو، وي يا محمد، كيف ولا كيف؟ ايه؟ جيف زي ما هي، اي وي يو ذي والجمع ما بيغيروش. احمد تميم، هي اوفن فايت ولا فايتس؟ فايت. وضح، فايت ولا فايتس؟ فايتس. برافو، عشان هي يبقى فايتس. مازن، زياد، مازن اوكي. يو نيفر هيلب اور هيلبس مع يو؟ هيلب تفضل زي ما هي علشان يو. أنس، big dogs جمع، big dogs يا أنس، big dogs أنس like جمع، الفعل معاه بيفضل زي ما هو. حد ما تسألش، قول يا رفان. هي يا رفان understand understands. understand stand. هنحط لها اس يعني عشان هي understands. مستر انا ما جاوبتش. محمد لسه بقول يا حبيبي، قول يا محمد.
listen, the gamma. Start and start. What? Listen? لا مش انت بتعمل هنا. Listen, the دي جمع محمد. I, we, you, they والجم مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. يبقى هنغير ولا نخليها زي ما هي؟ مستر انا ما جاوبتش. انا اسيب ومسجل بقى انا. يبقى هنقول listens start. المفرد هو اللي بحط له اس بالفعل، لكن الجمع لا. انس. Yes, mister. She study or studies. 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 هنعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط اي اس في اخرها واي. يا ليان. My father مفرد، يبقى watch ولا watches؟ ليان watch. My father يا ليان watch. watches. طب هضيف لها ايه؟ اس ولا اي اس ولا اي اي اس؟ قلنا الاف سي اتش بنضيف له اي اس، يبقى watches. محمد عمرو. I often cry ولا cries؟ cries. لا يا حبيبي دي I. بنغير لكريز دي لما يبقى هي وشو أو إيه أو لكن I we you they والجمع لا، يفضل مصدر. يا زياد. مازن. she يا مازن do ولا does؟ She do or she does يا مازن؟ Does. برافو. عند فلاي إيه؟ إي إس. إي إس. يا مالك. A mother cat مفرد، يبقى wash ولا washes؟ Wash. He, she, it والمفرد؟ Wash. اسمعني يا مالك وكمل الأغنية كده. He, she, it والمفرد؟ دول بيحبوا الاس. طب هو مفرد اهو بيحب الاس، ما ضفتلوش اس ليه؟ washes. يبقى washes هنضيف لها اي اس مش اس بس عشان اخرها اس اتش. ركز شويه لوك. يا سلمى. يو يا سلمى teach or teaches؟ teach. برافو عليكي ما بتغلطش سوسو ما شاء الله. teach. برافو عليكي يا سلمى. يا رفان. هي يا رفان carry or carries؟ carry. carries. نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الواي نحط اي اس تبقى carry عشان اخرها واي وقبلها consonant. احمد تميم. he is very naughty. الولد ده شقي قوي. he push ولا he pushes؟ قول يا محمد يا هيثم. he push or he pushes؟ he pushes. اشطر شاطر. هنضيف لها ايه؟ اي اس. اي اس. شاطر. he pushes. هنا عايزني ابدل الجمل دي بالحاجات اللي بين الاقواس. يعني هنا يا انس بيقول لي I usually buy all the food، وقال لي لا استخدم شي بدل اي تي. اشيل اي حط شي تبقى شي usually buys، لان هي شي ات والمفرد لازم نضيف للفعل اس، يبقى شي usually buys all the food. انت هتعمل اللي بعدها بقى يا انس.
I teach history. تبقى she A. She usually. مفيش usually بقى، احنا في number four. انا شلت I وحطيت she. بعدها teach. طيب الفعل بعد she بنعمل فيه ايه؟ She teach. He, she, it will مفرد تل كل اس. يبقى teach دي اضيف لها اس بس عايزه اي اس لان اخرها سي اتش. يبقى she teaches history and Latin. She teaches. انا في رامي مثل محطة محمد فكرة كده احسن. انا يا محمد. نعم يا مستر. هي هو بيقول لي شيل اي وحط هي، تبقى هي واك ولا هي واكس؟ واكس. توك هي شي ات والمفرد بيحبوا الاس، يبقى هي واكس تو ذا اوفيس ايرلي فور افري داي. احمد تميم. اي نيفر واش. قال لي شيل اي وحط شي، يبقى اقول له شي نيفر ايه؟ She never washes. قاتل حبيبي ده. She never washes the car. The car. برافو محمد يا احمد تميم صاحبي ده. يا رهف. I open the building. يبقى نشيل I ونحط هي، تبقى هي ايه؟ She never. قلبي. Number 7 يا قلبي ركزي. Okay مستر. He opened the building every morning. He opens. أيوة كده، برافو برافو. He opens the building every morning. Excellent. يا رفان. I occasionally. وعايز he، يبقى هقول له he occasionally. رايت دي هتفضل زي ما هي ولا غيرها؟ مع هي. هي رايت. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا ال بيحبوا الاس. يبقى رايت دي نسميها ايه؟ رايت. رايتس نحط لها اس. وكمل الجمله. أنس. I drink. قال لي شيل I وحط هي، يبقى هي إيه؟ بيبي. He drinks. شاطر جدا. He drinks. أنا أسيل رامي يا مستر. With breakfast. نعم. أسيل رامي يا مستر. أسيل رامي؟ أمال إيه أنس ده؟ الاسم اتغير بس. اوكي. يا ليان. يس مستر. يلا يا لولي. يس. اي واتش. قال لي شيل اي وحط شي، تبقى شي ايه؟ شي واتش. شيء اول مفرد دول بيحبوا الاس. She watches. بتحب الاس اللي يمشي، يبقى نخليها she watches. Watches the football on television every Saturday. بصي يا قمري، لما بنيجي نعمل سؤال بقى بنسأل بدو يو، يعني هل انت do you like fish. حد بيقول لي do you like fish، هل بتحب السمك؟ اقول له yes I do. طب لو ما بحبوش اقول له no I don't. Do you like ice cream؟ Yes I do. أو no I don't. يبقى do you بجاوب عليها ب yes I do no I don't.
لو انا بسالكم كلكم do you need chocolate, do you need chocolate, لو انتوا عايزين هتقولوا yes we do. Yes, we do. لو مش عايزين هنقول no, we don't. فاضل لي do they. Do they like bananas? Do they like bananas? هل هم بيحبوا الموز؟ بص هجاوب ازاي؟ Yes, واعمل ايه يا سلمى؟ كده. Yes, they do. ما نسرحش يا سوس. أو no, they don't. عشان هنحل على الكلام ده دلوقتي. السؤال بـ does بقى. ممكن يبقى does he أو does she أو does it. بص كده نجاوب عليه ازاي. Does he like fruit؟ هل هو بيحب الفاكهة؟ Does she like fruit? Does it like fruit? بنجاوب ازاي هنا يا شباب؟ Does he يبقى تروح قال yes وتعمل cross كده. Yes he does. طب لو ما بيحبش no he doesn't. طب does she like fruit؟ هل هي بتحب الفاكهة؟ Yes she does. ما بتحبهاش؟ No, she doesn't. Does it like fruit? يبقى yes. وبدل أول اتنين دول كده. Yes, it does. أو no, it doesn't. يلا عمري كده نحل على الكلام ده. يا مالك. اه يا مالك هتاخد تو ولا داس؟ يا ليان اه هتاخد تو ولا داس؟ اللي بيحب الاس ياخد داس، اللي بيحب الاس ياخد داس، اللي ما بيحبش الاس ياخد تو. طيب اي بتحب الاس؟ قولي بس الأغنية. قولي الأغنية بس عشان أنت بتغلطي كده يا ليان. بس يا حبيبة قلبي قولي الأغنية كده. هي شي إت والمفرد بيحب الإس. طيب أي ده مع هي شي إت والمفرد؟ لا ما جاش في الأغنية، يبقى ما بيحبش الإس. اللي ما بيحبش الإس ياخد تو، اللي بيحب الاس ياخد داس. يعني يا لولي بص كده، احنا عندنا تو وعندنا داس عشان تفهميها كويس. اللي بيحب الاس مين؟ هي شي ات والمفرد دول كده مع داس عشان دول بيحبوا الاس. لكن دو هيجي معاه اللي ما بيحبوش الاس. اي وي يو ذي وكم دول يجوا مع دو. فهمناها؟ دو مع اللي ما بيحبوش الاس، داز مع اللي بيحبوا الاس. يبقى هنا يو هتقول اي دي هتقول لها دو ولا داز؟ ايه مركز دو. دو اي سبيك ايطاليان؟ يس يو دو. Thank you, Layan. يا محمد هيثم you هتاخد دو ولا داس؟ دو. Do you drive to work? No, I do. ولا no, I don't. No, I do. No, I don't. طالما في no يبقى don't أو doesn't. أحمد تميم مش بنقول لنا نجاوب. لا ضيع. Do ولا does؟ Do. But do they work hard at university? Yes, they.
اي بابا دودو. شاطر يا حبيب قلبي. محمد عم اهلا. اسم ولد يعني مفرد ياخد دو ولا داس؟ ايوه دو. هي شي هو المفرد دولبي. ده مفرد بيحب الاس بنقول داز. الن سموك نو هي دازنت. دول هنعملهم في الهوم ورك. هنا عايزني اعمل اسئله، ركز معايا كده عشان افهمك بتتعمل ازاي عشان الواجب. لما الاقي الفعل فيه اس هسال بداز، الاقي الفعل فيه اس هسال بداز، الفعل ما فيهوش اس اسال بدو، الفعل ما فيهوش اس اسال بدو. اوكي، الفعل اللي فيه اس سالت بداز وارجع اخد اللي قبلها. Does she speak؟ أشيل الأس من الفعل بقى. Does she speak English well؟ هل هي بتتكلم English كويس؟ Yes. طب هنا does، سألنا ب does عشان الفعل فيه أس، ونرجع نجيب اللي قبلها. Does it rain؟ نشيل الأس من الفعل. Does it rain a lot؟ وأكمل الجملة عادي. do علشان الفعل ما فيهوش اس، وارجع اجيب you. do you drink a lot of tea؟ هل بتشرب شاي كتير؟ هنا do I، واكمل بقى eat too much doctor. دي طريقة السؤال. الباقيين هوم ورك. هنا بقى بيقول لك ميك ا كويشن، اعمل سؤال. اهو اداه الاستفهام دي بروح منزلها زي ما هي. وير، وبص على اللي بعدها. هي بتحب الاس ولا لا؟ بتحبها، يبقى نقول داز. هي وات ميوزك، نزلها زي ما هي. يور هاسبند يعني زوجك، ده مفرد والمفرد بيحب الاس يبقى نحط داز. وات ميوزك، وكمل الجمله. يور هاسبند لايك. وين لازم نجيب بعدها دو او داز. شي بتحب الاس يبقى داز. وين داز شي، وكمل الجمله. واي عايز ادو او داس بعدها، علشان وي ما بتحبش الاس يبقى اجيب دو. Why do we learn Latin؟ الباقيين هوم ورك. هنا بيعلمني النفي، ركز عشان يبقى عندك اسئله كتير. لما الاقي الفعل فيه اس قلنا بننفي ب doesn't، قول it doesn't. it doesn't usually snow here in the winter. هنا الفعل ما فيهوش اس يبقى انفي ب don't، يبقى اقول I don't like a big breakfast. هنا الفعل فيه اس يبقى انفي ب doesn't، يبقى the film doesn't start، اشيل الاس من الفعل. وهكذا في اللي باقيين هوم ورك. امسك قلمك كده وكمل دول معايا يلا. hold your pen. هنا I do he they. بالله عليك ما تفتح المايك يا محمد يا عمر. هي شي ات والمفرد هتبقى works، بيحبوا الاس. النفي بتاع work اسمه don't work، والنفي بتاع works اسمه doesn't work.
دو، قلنا دو بتيجي مع مين؟ مع اي يو وي ذي والجام. لكن داز مع اللي بيحبوا الاس، هي شي ات والمفرد. وهنا ورك برضو سواء دو او داز كله بيبقى في المصدر معه. هنا اي يو وي ذي، هي شي ات، بنقول يس اي دو او نو اي دونت، يس شي داز او نو شي دازنت. كمل دول على ما هنقف هنا عند 114 دي اخر حاجة 114. وما تنساش عشان خاطري بقى لازم تبعت لي الحاجات اللي احنا اخدناها في الاول نقراها، اقراها وبعتها لي عشان عايز اشوف الناس بتقرا ازاي كده. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye.